المهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله كيفيه تنزيل الاكتف دايركتوري والدومين على ويندوز سيرفر 2016 اضافي للقراءه فقط، بمعنى ريد اونلي دومين كنترولر. شرحنا حضراتكم سابقا كيفيه عمل دومين كنترولر اللي هو دي سي 1، وادينا له اي بي 192.168.1.2. وفي الفيديو السابق حضراتكم تعلمنا كيفيه عمل دومين كنترولر اضافي اللي هو اديشنال دومين كنترولر وسميناه دي سي 2، وعطينا له اي بي ادرس 192.168.1.3. في هذا الفيديو ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل اديشنال دومين كنترولر بس يكون ريد اونلي دومين كنترولر، وهنسميه ان شاء الله دي سي 3، وهنديله اي بي ادرس 192.168.1.4. حضراتكم على الفيرتشوال بوكس انا شغلت الدي سي اللي هو الدومين كنترولر الاساسي، مديله اي بي ادرس 192.168.1.2، وشغلت ايضا حضراتكم الدي سي 3 وعملت عليه بعض الاعدادات اللي احنا عملناها سابقا، ان اديته الاسم كمبيوتر نيم دي سي 3، وطبعا حضراتكم لسه في الورك جروب، واديته اي بي ادرس 192.168.1.4، وخليت التايم زون كايرو، ودي نفس الاعدادات اللي عملناها في الدومين كنترولر السابق. جاب المبدا حضراتكم في عمل الاديشنال دومين كنترولر ريد اونلي اللي هو القراءه فقط، لازم حضراتكم اعمل بينج بين دي سي 3 ودي سي 1، يعني الدومين كنترولر الريد اونلي والدومين كنترولر الاساسي، لازم اعمل بينج بينهم عشان اتاكد ان الشبكه واصله بينهم. فطبعا هنا في صندوق البحث اكتب سي ام دي في الكوماند برومبت، اكتب الامر بينج، اكتب بينج مسافه 192.168.1.2، ده الاي بي ادرس حضراتكم الخاص بالدومين كنترول الاساسي، فلازم حضراتكم يديني ريبلاي. وخلي بالكم ممكن اعمل بينج على اسم الكمبيوتر نفسه، ممكن اكتب بينج كمبيوتر اسمه dc1.fikri.com، يعني اعمل بينج على الكمبيوتر نيم، فلما اعطاني ريبلاي حضراتكم يبقى الشبكه واصله بين الاثنين. ابتدي دلوقتي حضراتكم انزل الاكتف دايركتري والدي ان اس على دي سي 3، اخليه حضراتكم دومين كنترولر اضافي اديشنال دومين كنترولر واخليه ريد اونلي. هي نفس الخطوات اللي احنا عملناها سابقا في الفيديو السابق، لكن هتفرق بس في خطوه واحده فقط هنعرفها ان شاء الله اثناء الشرح. من الداشبورد اضغط على اد رولز اند فيتشرز، هتظهر هذه النافذه اضغط نيكست، تظهر نافذه اخرى اضغط من هنا نيكست، هتظهر هذه النافذه اضغط نيكست. فهذه الخطوه حضراتكم احدد اكتف دايركتري دومين سيرفيسز، وكده اد فيتشرز، وكده حدد دي ان اس سيرفر، اد فيتشرز، وكده هي نيكست 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 نيكست. فهذه الخطوه حضراتكم اضغط على انستول، حتى الان نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الفيديو السابق عند عمل اديشنال دومين كنترولر. فهذه الخطوه حضراتكم بيعمل فيتشر انستوليشن. فهذه الخطوه حضراتكم اديشن ستيبس ار ريكوايرد تو ميك ذيس ماشين ا دومين كنترولر، يعني في خطوه فاضله عشان اخلي ده دومين كنترولر، منها اضغط على بروموت ذيس سيرفر تو ا دومين كنترولر. فهذه الخطوه حضراتكم هختار اد ا دومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين، وهكتب اسم الدومين اللي هو فكري دوت كوم، وكده اقول له سيلكت، هيطلب مني اليوزر نيم حضراتكم والباسورد، اليوزر نيم طبعا احمد، علامه الاد فكري دوت كوم، والباسورد، وكده اقول له اوكي. هيدور على الدومين حضراتكم في هذه الخطوه سيلكت ا دومين، خلاص لقي الدومين فكري دوت كوم. لو ما لقيش الدومين حضراتكم يبقى في مشكله عندك في الشبكه، اجي اقول له اوكي، وكده نيكست. في هذه الخطوه حضراتكم هي الخطوه الوحيده المختلفه عن الفيديو السابق لما عملت اديشنال دومين كنترولر، لكن انا في هذا الفيديو بعمل اديشنال دومين كنترولر ريد اونلي، فلازم احدد حضراتكم الاوبشن اللي هي دي ريد اونلي دومين كنترولر، اعلي اضع علامه الصح امامها. دي الخطوه الوحيده المختلفه حضراتكم حتى الان في الخطوات اللي احنا عملناها في الفيديو السابق. طبعا السايت نيم احنا غيرناه سابقا خليناه اسيوط سايت، اكتب الباسورد الخاصه بالريستور مود. طبعا ريد اونلي دومين كنترولر ده بعمله ايه عليه حضراتكم؟ افرض انا عندي دلوقتي الشركه كبيره خالص وعندي في فرع فيه مثلا موظفين قليلين، مثلا 10 موظفين او 20 موظف، فهذه الحاله هعمل لهم دومين كنترولر اضافي. فطبعا عدد الموظفين قليل فمش مستاهله ان انا اعين اي تي
او ادمنستريتور يشتغل على هذا السيرفر. فعشان حضراتكم السكيورتي وخاف اي حد يلعب في اي حاجه في الدومين كنترولر، فعشان كده اعمله ايه؟ ريد اونلي دومين كنترولر، بحيث ما فيش اي حد يقدر يعمل ايديت لاي حاجه، ما يقدرش يعدل اي حاجه عليه. يبقى انا اتحكم في هذا الدومين كنترولر من الفرع الرئيسي الخاص بالشركه. يبقى خليه ريد اونلي دومين كنترولر، يعني فور سكيورتي، للتامين فقط، عشان ما حدش يعدل فيه اي حاجه. يبقى يصبح للقراءه ايه؟ فقط. يبقى احدد الاوبشن ريد اونلي دومين كنترولر، ودي الخطوه الوحيده اللي فرقت معايا حتى الان في هذا الفيديو. يبقى كده اضغط على نيكست، فعايزين ننفذها حضراتكم واضغط نيكست. فهذه الخطوه حضراتكم خاصه بالريبليكيشن، والريبليكيشن فروم اني دومين كنترولر، يعني يعمل ريبليكيشن مع اي دومين كنترولر. فالمفروض اخليه يعمل ريبليكيشن مع الدومين كنترولر الاساسي اللي هو اسمه دي سي 1 فكري دوت كوم. فكنا عاملين قبل كده دومين كنترولر اللي هو دي سي 2، لا نخليه يعمل ريبليكيشن مع دي سي 1. فكده اضغط على نيكست. طبعا فازين نفذها، بيقول لي هنا الداتا بيز فولدر واللوج فايل فولدر، فالمكان اللي هيخزن فيه الملفات بتاعت الداتا بيز. اسيبها زي ما هي حضراتكم واضغط نيكست. فازين نفذها حضراتكم، عامل لي سمري منها، اضغط على ايه؟ نيكست. من هذه النافذه اضغط على انستول كلوز. دلوقتي حضراتكم هيعمل ريستارت. بعد ما عمل ريستارت حضراتكم هندخل على الدومين حضراتكم، اضغط على الاذر يوزر، وكده اكتب هنا احمد علامه الاد فكري دوت كوم، كده اكتب كلمه السر. لو دخلنا حضراتكم على اللوكال سيرفر نلاقي الاديشنال دومين كنترولر الاضافي اللي هو ريد اونلي دومين كنترولر اسمه دي سي 3، وحط نفسه في الدومين حضراتكم اللي هو فكري دوت كوم، كان قبل كده موجود في الورك جروب. لو دخلنا حضراتكم على تولز اكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز هنلاقي عند الدومين حضراتكم فكري دوت كوم. لو دخلنا على اليوزرز هتلاقي عندكم عمل ريبليكيشن مع الكمبيوتر الاساسي او اليوزر اللي اسمه علي زكريا، تم انشاؤه مباشره فيه. اليوزر اللي اسمه طارق، هم نفسهم اليوزرات اللي احنا عملناهم على الدومين كنترولر الاساسي في الفيديو السابق. وبذلك حضراتكم نكون قد انتهينا من شرح كيفية تنزيل الاكتف دايركتري والدومين على ويندوز سيرفر 2016 اضافي للقراءة فقط اللي هو ريد اونلي دومين كنترولر. في الفيديو القادم ان شاء الله سنشرح كيفية عمل كمبيوتر عليه مثلا ويندوز 10، وازاي اخليه يعمل لوج ان او يعمل جوين بالدومين. يبقى حتى الان حضراتكم شرحنا ازاي نعمل دومين كنترولر اللي هو دي سي 1 ده الكمبيوتر الاساسي، وشرحنا ايضا كيفية عمل اديشنال دومين كنترولر اللي هو دي سي 2 اللي هو كمبيوتر دومين كنترولر الاضافي. وفي هذا الفيديو شرحنا كيفية عمل ريد اونلي دومين كنترولر. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.